السلام عليكم ورحمة الله. هيثما سويثما، أكيد نختبار تجام اللايف عافاكم وش نبذاك يوم إن شاء الله وانيش 5 دقائق باش اليوم نوش مستجدات نهارة مش ربدا ندور سنيدة تدور دي جنس سنة كيوم ذكم صوضكم من تقي هيثما سويثما خير إن شاء الله تعالى. بارتجا مكين غلايف أحيام حياكم الله. أولا قاغوم تقذوم شنايا وما في زيدهم ثلاث. الحمد لله الذي أنزل الماء من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نستبشر خيرا بحول الله تعالى. أنزع الحمد لله أنزع من يس بالشاصر خار وإن شاء الله تيري الطماث وذيري ذنورا وكل شذيري بخير وعلى خير بحول الله تعالى. هي مش إن ربي عز وجل إن مع العسر يسرا وان شاء الله كل حاجة تديري بخير كل حاجة تديري غاصة سيوضي غوني قال وكل الجن أضيف صحة الضمير النص أضيف كعد بارتجا مكي دي اللايف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والتامان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام حياكم الله وبين الله الجنة مثواي ومثواكم وطبتم وطاب مقامكم في منازلكم في أي مكان. حي الله الجميع داخل الوطن وخارج الوطن. حي الله أسرتنا الصغيرة وكذلك الكبيرة في ربوع المملكة. شكرا دائما على مساندتكم. شكرا لجميع الرسائل التي تصلنا، رسائل الحب، رسائل الامتنان، رسائل التشجيع. أقسم بالله يثمين سثمين عز، أقسم بالله أنه الإنسان يتحر، الإنسان يتستريسا، الإنسان يتذكر يعني المعنوية الناس هكوانت. ولكن إنفو ذي في جن الرسالة زقماس ذي في جن الرسالة سوتشماس تشجاعيث وثقار الشكرا نهو تشك تساقوذ نغطي براثين تشك نغطي تساقوذ نثي ذات مانا يتجنغ بأنه ربدك يوم نمصاوض وإن شاء الله هنيري نفسوس خورة والنوم إن شاء الله هنيري كيوم ربدا وكين خثير مربدا ذي الحب ذي الخير ودقة مارة ذي عذو وثي ذن تفكارا مش ناوي جنت حاجيت أسنقا مش تعوذني إني 41 عام الجوع نيق تعوذن خكولي راض ذي السنوات السبعينيات نيق تعوذن خ مجموعة من الأزمات الأوبئة دور ورنشين أن تعوذ مني سنقاري ثاروة وينغ بأنه قد تغذي النجوم 2020 يعذو ذي سجن الجائحة قناص كوفيد 19 أو ما يسمى يصطلح عليه بكورونا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. إخوتي إليكم جديد اليوم السبت 11 يناير 2020 المغرب كما تتبعتم وإلى حدود الساعة إلى حدود اللحظة أعلنت وزارة الصحة بأنه يوذني ويفهمت ما عرفت هذا نتواصل كيسن الحالات نهارا جديد الحمد لله ضم الزيان. إجي العدد ضم الزيان ديال المغرب 97 حالة مؤكدة، 97 حالة مؤكدة وذيس الأرقام يتجذرخا، ذيس الأرقام يتجذرخا، مين ميقاغا مني، ينافع العدد غا 1545 حالة مؤكدة ديال المغرب. ذيسنت أي ثما أربعة من الحالة الوفاة، أربعة نيوذان إمو ثنواها. باش توض الحصيلة 111 ومين يصفى من يتجلى المليح هو انه 22 ولله الحمد ذي الظرفيه 24 ساعه 22 تماثلا الى الشفاء 22 واحد 22 واحد شفان ونتايتي شجن رجوع عاد تصبحان ونقارس ولله الحمد بانه تاني تاي سبحان مقارنه لك دول المغرب اذا غيود سن مش دوم قاغر بدا تفوقنا يعني اقتصاديا واجتماعيا وطبيا وترسانا من الموارد البشريه. المغرب استطاع بشتى الانواع ولكن لانخراط المواطن، المواطنه الحقيقيه للمواطنين، اكيد بانه الانخراط النغمار، التعبئه النغمار، الاحساس النغ بانه كل جن ممكن هذه يريد السبب هذه يهرك الصح ثنوماس ونشين قارس فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا مش يقارب بعز وجل. إذا يا أيها لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، إقارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيتا أذيني غي يثما سويثما أذنتقل غير حالة من نظار مباشرة غير حالة من نظار نغ إعزن نظار نغ إعزن مش ذريما يثما سويثما نهارا وذيني عاذ لحد الساعة يكون بتسوارغ أري الخو وذيني ولدي جن حاجة شل حالة ثم عنيد إذا المؤكدة ذي الإقليم النظر ذي الدريوش الأعداد المؤكدة ذي إقليم النظر ذي الدريوش لأنه مرضي نشان الحالة ذي الدريوش تسنتي دغى النظر باش تسمان تساس نقاط الحروف أن تساس فهم ما كيذي الله يرحم لكم الوالدين غانغ حاليا ذي سبيتار لنا بأنه ذي 31 حالة مؤكدة شجلت إقليم النظر 31 حالة مؤكدة من تعنى مراد 31 حالة مؤكدة يا ذيسن نعم سيدي من يجان دي الحجر الصحي غد ساعتا يكون بالسوارغ ذيسن نعم سيدي 29 حالة 29 إغانغ ذي المستشفى الحسنية ذي إني إجن الحالة تغني إجن الأخت ممرضة ثروح كسينتث غوجدة لأنه تغمسكينة غاس ديسث حامل يعني ونهارا الحمد لله يوضا نقدر خبايد النار تزيد على خير وبخير وزل من برا نعرفينو ومراد قاغاس ان شاء الله هذه ريوانيتا مولود مبارك وبارك الله في الواهب وبارك في الموهوب ان شاء الله تعالى هذه تربى ذي العز وان شاء الله تكادر الشمة وتشمينو الممرضة النغ نحذاجي شمرن الشين ان شاء الله تريد بخير وعلى خير اذا اجن الحالة ثاني تويس 30 إجن الحالة تسلم بأنه وني الحالة اللي ثم زواروت يسجل الإقليم من النظار هي الحالة اللي شافان الحاج عبد العزيز حجي في حفظ ربي إذ ورغى الأسرة النص ثاني تذي الحالة 31 إذا انتينا الحالة 31 ذي تقسيم النساء يثما سويثما باش كني وساس غذي الصورة ولو مش غثيذت يغث كسيم كني وغاوم ذي العقر نوام ذي النية نعم سيدي الحالات المتعلقة زي ومثنغ أضبيب ومثنغ أضبيب ذي يثمس ذانيتا تغغاثن الحالة نسن دي 13 حالة يعني تخاص إذنط سبعاني الحالات مش دوم النير نغوم سبعاني مانيتيد ذي الدوار الكاسيت ذي تاويمة متعلقة سلمو من الرضا يخدم دي الكلينيكا نتصفيه إذا من بالإضافة إلى إجن ثلاثة مغني كذلك متعلقين سلمو من الرضا المغنية نسيتي ما الشفاء وانيتا دي جن الصادق النار وسلم من براء يا رب العالمين خاصة في عذ الداء والمؤمن مصاب فهمذ ولا نبلونكم مشي قارب عز وجل ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الثمرات من يعنى وبشر الصابرين ويقان الله عز وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثمن يغنيني مريت صاب انتصاب الشن حج إلا وأنني قدر الله ما شاء فعل ومؤمنون بقضاء الله وقدره مش يقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثمى سويثمى ما يميش المعرث أستدل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذان ربما تقانا نغد تعليقاتني إخوان تعليقاتني قين قاغصا إقان بن نصر صلى الله عليه وسلم تركتكم على اثنين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي إقان بن نصر صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب ربي السنة النبي وليكن في علمكم بأنه الدواء كورونا أقسم بالله العلي العظيم قد الكتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اختصنا بأنه الدول العالم ونقان غاس لانجويستيك غاس لونجاج غاس الانجليش أتفذي غراء ذي غا The England Times نهارا ثورة نجن المقال بأنه الإنسان مرت تغيط زمة ترتيام متتابعة يقوي المناعة يترونفوس المناعة ويتجدد يتقاس غنوفلاسيون المناعة الناس إذا الدليل بني ونتقد الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الصيام صحة وني تيغنيني
نقطه ويس غا وي 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 انقز غيج نحاش النغني باش تفاد كم رغي يثما سويثما اعزا النبي انه الحالثات تينا بالاضافه الى الجن الجن اسال الله له الشفاء يخدم في مرجان اذا الحصيله مش نيل 31 مؤكده اشتن فق قيم ديني نهار في السبيطار يجمو تشماثنا قد سنت غوجدا ما راضي نيش نحاش تغزاف مازال عذوا نسيمشا لانه ذيني مجموعة التحليلات ذيني مجموعة التحاليل عذوا دوير انت نيا ثماثنا اذا من دينا مراد الجديد دور انت يضرب عذوا التحليلات مش ذو مني غير النار بانه ذي المسحة ني المسحة تصفية الكلي كسين اجن اذن 30 تحليلة دور انت تسني ولله الحمد 30 تحليلة سلبية مرة 30 تحليلة سلبية مرة إذا ونتا ذي جن الخاء ذي جن الجور عايز مثلا غيت جامو صابون سلم القصور الكلوي تعالج مديني سنغ بأنه إن شاء الله إني إيقن تحليلة إذ ناض وكذلك إني غيقن تحليلة من بعد لأنه سريق جينا كيسن ربطنا كيسن الاتصال واستجبني نداءاتنا استجبني وين أنه أنه مرة هذا سنقن تحليلة مش لو مني كوري الجن زقوذ أني تغتصل ذكي ذي قال يا مرادنا والله من لا نحضن الأبناء النغ ما كان حضنوش الأبناء النغ ونتعيش ذي ثداه النغ غرباء ونزم ما رنش جمخ ثمغاف ونزم ما رنحضن الوالدين النغ ولا الطعواوين النغ ونتال الفرصة قاغس إيرين بوزيتيف إن شاء الله كوشي ذي إيرين ذي التحليلة ثني نيجاتيف إيش نحاشت النغني نهارا أغسن السيول هو أنه ذي سبيتار من الحسني ترى جهزن اثنين الأجنحة اثنين الأجنحة يا ما يمهن جهزن جهزن الأجنحة من العظام جهزن الصدرية ما يمي لأنه مش دوم مني غي يثما والتغاد كين خصي محمد بويش يجم كلف التواصل ذي المستشفى من الحسنية إذا غيس قارب سلحالا تجهيزات كرم داكي ذي إن نغبي أنه ذي الإنعاش غاسن 25 سرير غاسن 25 سرير مجهز وغاسن إجن 123 سرير سوجدنتث ما يمي الحالات العادية نهار ذي الحجر الصحي أي إثماء الحجر الصحي كسي 25 إذا ننخزا مني هنغان قنغني إذا نيثما ثنقى غاسن لحد الآن ولكن قاغص نيثما إخسات لزمة من الحدود نوم إخسات يخصها تقيم لي ذو ذري نوام باش ويتكثاربوا العدد باش ونكثاربوا العدد باش ان شاء الله في اقرب الاوقات أبحصر المصابون لانه الخطر ذي المرض هو الانتشار النص ماشي ذي الخطوره للمرض في انتشار المرض ومشنا الاطباء النغ وكني وساسر تسمى كور حاشت باش تسلم بتفصيل سنغي الذي ندعوت دعوات الامهات النغ ولا خصين انت ولكن تدعان تاكي نخسر خار قاغسي ما او تشما هذا مينيغ المرض ينقسم الى ستة ستة ذيس ذي سابعة يقم شنو كونسير سبحان الله ذيني الكونسير يجا مالين يجا يقسح وذيني شنحاش يجا كونسير بانين ام شنو الفيروس ذي ستة ذي سجن أربعة عادي ممكن وتحسي الاعراض نصن ممكن تيري عادي نورمال وتجوز للمرحله لمجرد انه تعطي ذي العلاج والحمد لله موجود الوزاره تسوجد العلاج هذه سبيطارات مره تقنا كدي جن تتصنع هذه المغرب والحمد لله غانغي جنستو كذا مقران الدنيا سبحان اديني بانه ما رانكفى الجنوبالي اسبانيا قحسان زينه ايطاليا حسان زينق امريكا اقسم بالله امريكا مرض زريغ شحاجه العبد الضعيف يعني سبق انه زريغ زريغ من غاسن قال الانسان ويتستوعب انه كسين بنادم من ترنت تشما ما يميك ثاني وذان يخصو انت كثاري شخص سبيطار حسني ثمانيه جا النهار هاد السيور غاد نكزغ غاش تنقيت النغني نيت مثلا ذي الحسيمه نهار يسجل ثلاثة الحالات إيجابية حسيمة ثلاثة الحالات إيجابية غاصن عشرة ذي الحسيمة النغ ذي بيا النغ يعزن
غاصن ديني وتغنفح انه هو غاصن والو تغلم مليح، ولكن قدر الله ما شاء فعل، يتصاب يجو مثنغ يتجا دكتور صيدلاني ينتقل مرمانيني غزوجا ينتقل مرمانيني، قدر الله ما شاء فعل نهار قاين عام سيدي ذي عشرة الحالات ذيسن يوضصن نهار التحليلات خمسة الأطباء سلبية. إذا من يسب الشارة سرخاء والحاج إجا تصبحانت يعرف النار أذنك زغ غيش تندينت غان غذا ذيس يث مثنى ذيس كوري جيس ومر العقل النغ يشوش خاسن من عنان هي مدينة مليلية المحتلة مليلية النغ أذو من غيث ما تصغاس الفاميلياف ويدي جن كثم ومن ويدي جن كثم ومن التصغاس الفاميلياف. إذا نذيني غنهارة 98 حالة إيجان ذي مريتش 98 حالة ذي سنت نهارة إذنض تغى سجلن صفر حالة تغى والو ماشا نهارة سجلن ثلاثين الحالات ذي الجديد ثلاثين الحالات ذي الجديد ماشا مين يصفار راح ندي مريتش كذلك ذي مريتش غاصن نهارة سجلن 18 حالة نشيفة 18 حالة نشيفة بالإضافة غاصن اثنين الحالات حرجة ذي النظر نغوان غريج الحالة حرجة أنايح الحمد لله أنايح مانيا إستايع ذي النظر نغوان غريج الحالة حرجة عادي مستقرة يجب ما نقك سين دوانسن وأنا متأكد وأبشركم بالاتصال قريبا سالمين معافين أذيرين المليح دريو شو ذي سورة ذي جن حاج لحد الآن يثمين وعيزن باش انتفت السنم مانيا السنم نيشا تقول ذي يجن الحالة قد سنت ثغا إمزورن يك كسنت ثغا إمزورن من بين ثلاثة نيع ثاني سبحان الله من زين قارسني يثمثنا غي خصت قيم ذي ويني ذو مغيينين اللجنة اليقظة قيم ديثوذرين قيم ديثوذرين صاحبي قيم ديثوذرين بوركي الدار رمي وذان النغني وخشت وحس من يوم القيامة لأنه الدار يدومش وخا خش قدر الله ما شاء فعل يقفي الشحجة ما شاء يخصو الدار هاقا سيداني نهار من بين ثلاثة الحالات ني ذي الحسيمة سيداني تغتثني تقعاوي قعاوي تغفر ذن خاص الحجر المنزلي اني ناسا تقيم اكسيتي الجن تراباندو مقارس نشين تغن ستيور خاص نستيور خاص نظن افا اكسي ستين وذن دي الطاكسي مازال اكسيتي غماز زي سميمي باش اكسي شوية تنتن عاشي اسي وضيت غا 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 مش اسقان غا وين هندريوش غا العمل هندريوش كسين تغائم زور نسنية مين تعنا ثانيتا ما عليك تقيم قمشا الناس اتيري ان شاء الله اتيري بخير اتسوز تحليل الناس اوتوماتيك موتي دنكسي غاسبيطال حسني اتيري في شكال نهار بودا خلط الاهل الناس ماني زد بودا تيري خلط ماني نغني حشومة حشومة وعيب وعار قنشي نخميني نقاش نحش نسن من يعني العواقب الناس. اذا نذيني غيث ما بانه ذي مريتش ننا بانه 98 حاله مؤكده ثلاثة الحالات شجلنتنت نهارا اثنين الحالات يجن حرجه ولكن من سبحان هو غاصن تسجيل من اربع حالات شفاء يعني قد شاف ديني ونهارا ذي ميليليا اوي فغند بانه السورن بانه الحاله مستقره ومسيطر على جميع المخالطين من يقع غاصن برافو ولا خوف ذي النجم ملاحظه أخسي ورق قبل غنت جرائسي كذلك صغى خسي ورق المتعلق زيت مثنغ البحارة خدني أدياس ذني تات سي ورق خيف مثنغ الجعالقين الخوش انشهاز قومي قيم ديني ذي مريتش بالعن خاسن بالعن خاسن السن بأنه بالعن خاسن خاصين الشين فعيني هنا شميش تواريغنش ذي المنفعة المغرب وذي المنفعة حتى يني هني يتجن ديني حوالي واحد نهار ياريغ دخبا بأنه قين إضراب عن الطعام يايث مثل نغذيني ذي مريتش قين إضراب عن الطعام ذني تتمني غزي السلطات المغربية
وكذلك بالتنسيق مع السلطات الإسبانية. تمني أنه يتسمع، غادي نقولوا حصري. نتمنى أنه المغاربة ديالنا اللي كاينين في مليليا على السلطات الإسبانية بتنسيق مع السلطات المغربية ياخذوهم المستشفى الميداني اللي داروه، يديروا لهم الحجر تما. من بعد ما يديروا لهم الحجر يتأكدوا بأنهم سالمين معافين، غادي يفتحوا لهم يجيوا عند الأسرة ديالهم هنا في المغرب. راه بهذا الشيء غنحل، ولا طريقة أخرى إلا كان بالإمكان أنه نديروا لهم الحجر المنزلي. كيفاش غنديو لهم يعني لي زومبيلونس، ولا نديروا مستشفى ميداني فرونتيرا تما، فرونتيرا يكون المبيت ديالهم على اساس يدوزوا ديك الوقيته ديال 14 يوم الا كان بوسيبل، وخرجوا بانه التحليلات ديالهم نيجاتيف غادي يمشيوا للبلاد ديالهم ويمشيوا عند ديورهم. انا هذا الشيء بغيت انه يوصل. يعني كاين جوج طرق، يا اما تما يدار لهم الحجر ويديروا لهم تحليلات والا خرجوا نيجاتيف يفتحوا لهم الباب يخرجوا الاسره ديالهم، ويكون تنسيق بين الاطباء وبين السلطات، والا غندخلوهم اوتوماتيكيا ولا نكريو لهم شي اوتيلات، نكريو لهم اوتيل بار اكزومبل. شفنا الدول دارتها، نكريو لهم اوتيلات ندخلوهم في لي زود، ما يمشيوش عند الاهل ديالهم ديريكتومو، يجيبوهم الاوتيل يديروا لهم الحجر تما، تاكدوا من التحليلات ديالهم ما فيهم والو، الله يعرضكم السلامة مرحبا بكم. ذواني تذواري خصغت تما غتصيوضا غيثما سويثما قاغصن ييثما وني يدومي التوسات مازيختينو شوية ذي السرعة. حبذا تعاود من لايف لأنه نشتوري أموي قصوتين وذم ما يسمح ثايا مالت تغاز شوية صوتين ونافع نيغتشان حاج ذمانيا يجمع إذا يسدي الحالة الكورونا بال... واخا من بعد التعليقات غاسم دورة واخا أرداني تا مرديني شان حاجة نغذيني شان التساؤل يثما سوثما بخصوص كورونا. مرحبا شان يجن مرغا شان السؤال نغشان حاجة مرحبا الزيس أخذني هذا انتقل غيج الموضوع ويستنين وموضوع يجي حساس ومهم جدا غنهضر فيه بالعربية، لأنه غنكون على اتصال مع مجموعة من الإخوان لهذا القطاع، واحد القطاع ديال البحر والبحارة مهم جدا. كل واحد فينا إخواني أخواتي إلا وأنه من عشاق وخصوصا هذه المنطقة المباركة تعجب ناس يعني عاشقين للسمك، وكل واحد فينا عارف بأنه في المنطقة الساحلية الحسيمة ثزاغين دريوش النظار راس الماء كلشينا خدم ربحة بويافا طنجة ماري وذانا خدم ربحة. هنسيور شوية خربحة، هنسيور شوية خيط كاين النبحه. هنهضروا شويه على هذا الموضوع على عل وعسى انه بعد انه تلقيت مجموعه من الاتصالات من مجموعه من الاخوان البحاره وكذلك مسؤولين بنقابات ديال البحاره على المستوى الوطني، غنفتح واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا، موضوع متعلق بالدعم الاجتماعي وحرمان هذه الفئه الكبيره التي هي جزء لا يتجزا من المجتمع المغربي. كيف ما كتعرفوا اخواني اخواتي بانه الصندوق الاقتصادي لجائحة كورونا جاء يعني على اساس انه تخصص فيه واحد الدعم للصندوق الضمان الاجتماعي وكذلك للصندوق العمال الغير المهيكلين او جميع الناس اللي كيخدموا بلا سي ان اس اس، اللي كيخدموا بالسي ان اس اس
دعوة بين الشركة كتكلف بهم والشركة كتضمن لهم انهم ياخذوا الدعم ديالو، وغنهضروا على هذا الشيء بالتفصيل. وني غادي شان المشكل اللي عنده شيء سؤال في هذا الشيء هذا، غنحاولوا ما امكن اننا نعالجوه ونفسروه للاخوان ديالنا. من جهة اخرى كاين واحد الدعم اللي كيمشي لفئات الهشة والمستخدمين اللي غير مهكلين، يعني كنهضروا على النجارة، كنهضروا على التجباس، كنهضروا على البناي، كنهضروا على اللي كيدير لي مينيو، كنهضروا على الناس الضعفاء. هادو كان عندهم الرميد فضينا منه، ومازال كاين ناس ما توصلوش بالرقم والكود باش يمشيو يهزو. وكاين واحد الفئه اللي ما هي لا من السي ان اس اس ولا من الرميد، والحمد لله فتحوا لهم دابا هذيك البوابه الالكترونيه تضامن كوفيد الناس رصفت الطلبات وان شاء الله ديالهم. اخواني البحاره غنتصل بكم وان شاء الله هنا غادي نفتح المجال الاتصال الاخوه البحاره. الان ممكن انه تواصلوا معايا على برا الرقم 06 14 42 02 48 باش نناقشوا معكم وتسمعوا الصوت ديالكم للجهات المسؤوله، لعل وعسى انها تفهم الحاجيات وشنو هما المشاكل اللي عندكم مع السي ان اس اس ومع الباترونا ومع اللي كيخدموكم. منزي حنا بغينا اننا ناكلوا السردين وناكلوا الحوت في رمضان، راه رمضان قرب. هنا غادي نفتح الباب للاتصالات ونتمنى انه الاخوان يتواصلوا معايا، لانه كيف ما قلت الاخوان يا اخواتي السي ان اس اس الخدمه ديالها باينه، اللي ماشي بالضروره الناس اللي كانوا خدامين في المقاولات الصغرى او الكبرى غادي تخليني انا غنقطع ونعاود نيتي داو رجاء. رجاء وش هاريج العتب تقني ذا نتا اخو ممكن الاخوان اتصونان دابا ممكن انني افتح اللايف للاخوان. مرحبا باتصالات ديالكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ شكون معايا؟ عافاك الصفة ديالك، الاسم ومن أي مدينة؟ معك عادل النجاري، بحار، عضو في الجمعية الوطنية لبحارة السيدين بالمغرب، ومنسق الجمعية في ميناء بنينصار. خويا عادل النجاري عافاك، عاود ليا. عضو في الجمعية الوطنية لبحارة الصيادين بالمغرب ومنسق ميناء بنينصار. تحية لك خويا عادل، تحية للبحارة، تحية ديال البحر ان شاء الله تعالى. خويا عادل اولا كنتمنى تكون بخير وعلى خير، ونتمنى الجميع يعني من اسمك لجميع البحارة ديال ميناء بلينصار يكونوا بخير وعلى خير مع الجائحة ديال كورونا. خويا عادل اول سؤال هو انه واش راكم خدامين في هاد الوقيته ديال جائحه كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكرك اخويا مراد، وكنشكر المجهودات المبذوله من طرفك، وكنحيي موقع عارفينو على هذا الموضوع الحساس اللي تناولته اليوم. خويا خويا مراد، حنا البحاره الحمد لله حنا اليوم تقريبا 25 يوم في الحجر الصحي ما خدامين ما والو. يعني 25 يوم ما خدامينش؟
25 يوم حنلقى الحجر الصحي. مزيان. هذا الشيء كيخلي بانه، ولكن كنشوف شويه ديال الحوت موجود مازال في السوق السي عادل. فسر ليا. القطاع الصيد البحري في المغرب بصفه عامه نقول لك 99% واقف. 99% واقف. الا بعض المراكز في بعض الموانئ اللي كاين خدامين. دابا الا بغينا نهضروا على بلينصار، عافاك نركزوا على بلينصار، انت من بلينصار وتابع العضو الجمعيه الوطنيه للصيادين في بلينصار، هضر لينا شويه على الميناء ديال بلينصار. الميناء ديال بلينصار كيفاش كيعلم الجامع؟ تقريبا كيفاش قلت لك 25 يوم واقف. يلاه سمعت بالله شي باركوات خرجوا وقيل البارح اللي خرج، وكاين هذاك الباركوات شي 4 الباركوات ولا 5 اللي خرجوا للبحر. واخا شحال غنسول عاود، شحال من باركو يعني ملي كنهضروا على الباركو كنهضروا غربوا، كنقولوا بالريفيه حنا غربوا. وا شحال كاين في الميناء ديال بنينصار ديال الباركويات؟ ما نقدرش نحسب ليك، ولكن كاين من اكثر من 300 وقيله باركو اللي كان في الميناء، ما عنديش الاحصاء كامل، ولكن كاين من 300 باركو اللي كان بين مراكب ديال الجرار ومراكب ديال السردين وبونيتيرات ومراكب السد التقليدي. ودابا كاين غير 4 كيخدموا ولا 5؟ يلاه غير شي 4 ولا 5. كيفاش توصلت اليوم بالخبر من احد الاصدقاء اللي خدامين؟ خويا عادل غنتقل لواحد السؤال اخر، غنقول بانه 25 يوم انتم في الحجر الصحي ما خدامينش، والغالبيه غيكونوا عندهم اسر، غيكونوا عندهم دراري. غنتقل نقول لك يعني باش عايشين. شكرا اخويا مراد على هذا السؤال. حنايا الحمد لله كيف وقت قلت بلي 25 يوم حنايا مريحين، ما سول فينا حد، ما عيط لينا حد، حتى شي واحد ما سول فينا. البحار الا عنده شي حاجه غياكلها، ما عندوش شي حاجه غيهز اليدين ديالو الله، هو اللي خلقه هو اللي غيرزقه. هادشي اللي كاين اخويا مراد. يعني ممكن نقولوا لك نعم لك الله يا بحار، والله ياخذ الحق في الهاد مسؤولين على قطاع الصيد البحرير، حيث البحار هو الحلقه الرئيسيه في هذا القطاع، وللاسف الشديد ليست له قيمه. كيفاش كنشوفوا حنا كل الشرائح الاجتماعيه استفادت من الدعم، والبحار له الله. هذا دليل على استغلال والتلاعب بمشاعر كل البحاره، يعيشون ظروف مزريه، وكان بفارق الصبر ينتظرون هذا الدعم، فتاتي الصدمه انهم غير مصرح بهم، يعلمها جميع البحاره. اخويا مراد اسمح لي، اخويا عادل اسمح لي، اخويا عادل قلتي يعني مصرح بهم، دابا نحطوا النقط على الحروف باش ننتقل نفتح المجال حتى للاخوان ديالنا من مدن اخرى. السي عادل انت هضر لي انت انه واش عندك، الضمان الاجتماعي؟ انا اخويا مراد بصفتي عادل الجارير الحامل للبطاقه الوطنيه اس 81 42، والحامل للرقم ديال الضمان الاجتماعي هو 13 65 جوج. عندي دخلت في صندوق ديال الضمان الاجتماعي اكثر من 5129 يوم، ولكن اليوم كنجبر راسي مقصير من هذا الدعم اللي اختصته الدوله لهذا الوباء ديال فيروس كورونا. هذا مشكل كبير هذا. اسمح لي يا خويا عادل باش نحطو نسميو الاسماء بمسمياتها، انت خدام في شي بالكو ياك؟ انا خدام في الباركو في قنيطره. الباركو اللي فيه خدام فيه 35 بحار. 35 بحار معاك، وكلهم ديك كلهم يعني خدامين عند واحد الباترون، هذا الباترون هذا ما ديكلاراش بكم شهر جوج على اساس باش تهزوا النصف ديال ثلاثه، تهزوا فيها هذيك 100000 فرانك، وربعه تهزوا 200000 فرانك، وشهر خمسه غتهزوا 200000 فرانك. هو ما دارش هذه العمليه. هذا هو المشكل الكبير اللي طاحوا فيه
قطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني. وهنا من هذه المناسبة كنحمل المسؤولية المجهزين، حيث المجهزين وهما اللي منعوا ما يسرحوش بالبحارة باش يستفدوا من هالتعويضات. خويا عادل شكرا جزيلا لك، نفتحوا المجال لإخوان آخرين باش أننا نتواصلوا معهم، وإن شاء الله أنه الرسالة غتوصل للمجهزين هادو يداركوا الموقف، ولا أنه الوزارة الوصية وزارة الفلاحة والصيد البحري في السيد شي راه حرام وعيب وعار أنه ولادك يعني تساهم في الصندوق ديال الجائحة كورونا بمبلغ مهم جدا، أوكي، ولكن باش تسمح يعني وتحرم الناس اللي خدامين كيوصلوا لنا مادة حيوية ديال الأسماك الديور ديالنا وكيغامروا في البحر 24 ساعة على 24 ساعة، حشومة وعيب وعار أنهم اليوم يصدقوا مساكين كيموتوا بالجوع. شكرا سي عادل النجاري، بارك الله فيك. شكرا خويا مراد على هذا المباشر، وكنشكر جميع البحاره اللي كيستمعونا في هذا المباشر، وكنقول لهم هذا المنبر اخوتي البحاره ديروا يد في اليد، نوضوا هضروا على حقكم، هذا الحق راه الدوله اللي عطت لنا باش نستافدوا من هذا الحق، ولكن كنشوفوا المجهزين والمسؤولين على القطاع الصيد البحري كيحرموا البحار من هذا الدعم. وشكرا خويا مراد، وتحياتي لجميع البحاره، والسلام عليكم. إذن يثمى سويثمى خوتي خواتاتي اللي كيسمعوني دابا عبر المباشر ديال الريفينو، نتمنى أنكم تبارتاجيو معنا لعل وعسى أننا نكونوا باب الخير ويتوصل الرسالة الجهات العليا. أنا كنخاطب أخ النوش دابا، كنخاطب أخ النوش مباشرة، كنخاطب الباترونات ديال الأسماك في المغرب، كنخاطب المحتكرين ديال السمك في المغرب، كنخاطب الناس اللي دايره الاحتكار وكتعصر البحار، كنخاطب الناس اللي الطبقه الكادحه دائما انهم كيعطسوا عليهم وما كيخليهمش انهم يهضروا على الحقوق ديالهم، كنخاطب من هذا المنبر الغرف المهنيه، كنخاطب كذلك الغرف ديال الصيد البحري، وكنخاطب كذلك المناديب، خص انهم جميعا يتلموا ويوصلوا الرساله لهاد الناس هادو. إخواني أخواتي، عادل النجاري عضو الجمعية الوطنية الصيادين بالمغرب، وهو اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفكم عادل جنابي العجمة؟ عافاك سنق شوية اللايف النير. حسي زيد التليفون. سامحي سنقصي اللايف، حسي زيد التليفون عافاك. واه فقط تما غير اللايف. سنقصاس باش تما لي يحس مليح. سنقصاسي اللايف النيام باش هذا يتسرد مليح، نش زيد التليفون باش تطوض الفكره نش مليح. من غير سخسي اللايف، سخسي خوانتو. سخسي لا غاينا تليفونات ايوا مليح. السنقصه صافي زعما واخا ويكي دي عافاك اسم النشد من تندينت. عادل الزناقي ماني الشك الحوثي، ما رئيس جمعيه الحاره الحسيمه، رئيس جمعيه البحاره، رئيس جمعيه البحاره الصيادين، بحار الصيادين بمدينه الحسيمه، بحار الصيادين بمدينه الحسيمه. وما تنغ عادل الحسيمه، سيورا نغ بعدا كورونا ذي الحسيمه شوي، تنستغل الفرصه سيورا نغ شوي كورونا ذي الاجواء ذي الحسيمه. ايوا الاجواء ذي الحسيمه مهم نديرو نتقاشكم بزاف، نتقاشكم الطاز، نتقاشكم الموقع نعرف شنو نتقاش وما تما يعني كلشي تخوم نتقاد عايش ما تما ديال الناظور انت شحال من السلام السلام كيزام قران في ديال الحسينة و ديال الحسينة مخني تشك غير تما غاك إلى قام غير الكوركي مليح مؤخرا يضايا مغد يضايا مغد شعجة كورونا فوض الناس يتعدى الغوض 10 حالات 10 حالات الحمد لله المعركه الماليه ديالها
ونتمنى في الله تعالى ان شاء الله يجي ناس يجي في الصباح. واخا خويا عادل، خويا عادل نفس السؤال، ربما تخدم ما خويا عادل ذي الميناء الحسيماني يخص بالدم. الميناء الحسيماني غير موين حسينا أمو خير أمو خير مستن خدمة في الزاد زي من زقوم زيارو لا غير نخشى عجل تيمبو، ولكن خدمة في الزاد زقوم زيارو بركيا مو نستن الميناء الحسيماني ذيك الجرة بركيا هي خدمة ذيك الحسيماني خدمة صحاب الجرة من القرص نشفين صحاب التاريخات هنا الحريين بركي باريخات تاوي دروسي الحريين والحسيمة رميين السيو لسه غير مديد الحريين اسم الجرار والسنة مديد يعني غير من السهولات باش نخفنا ربعا يعني كما تشمين قرار السهولات ربعا ماشي يعني بإياد الفكرة مفوها ربعا بل يعني السوار خوفوها ربعا هنا الحسيمة يعني غير مش عاجل السهولة بزي غفن لذا نشنينا مخنقة نشي نغامر نفتركا غفو وارها بطبيعة العالم نفتركا بوركي نشري أدرى أدرى من أهلو مكة أدرى بشي عالية نسمى بالخطورة ما ركا يقاسو الحري يعني رقفيت من الوضع أوات الله يستا يعني تشكاليش الخطورة في الإقليم الحسي ما ككل ماشي في أكاديمية مكة الحريين تشكاليش الخطورة في ما بوركي الحسي ما يجب دي الطمزيان يجب دي الزمون يجب دي الزمون ما يعني تشكاليش الخطورة غريتين يعني لكن تغيما نستغرب المسؤولين اللي جان غاف نتسنى غاف ندير يعني غاف نجن ايش المسؤوليه كي ماشي نجي الحريين لحد الان لمده شحال ديال المغرب واقف في عيش ديال وباء كورونا ماشي كممثلين مهنيين ديال القطاع يعني غير التمثيليه في القانون الاساسي النهار يعني دخولا في الدوله المغربيه كان عليهم كان الزاما كان شي غنتحضر به اي غاف مهني غيوقع ندير ديال المويه بوركي باش نشري غنغ الاقتراحات المغربيه نصف غنغ الاقتراحات غنغ التوصيه اما اورز كيما اسك الوباء ان شاء الله ابو غنقان ابو غنقان يعني مشينا ما بغيتش نسور خي ولان الحسين تمام ابو خينا وكي الناظور بلي جيت المان حقا يسمح لنا نجيو السلام صحي باش يلقاو نعم نمشي للجنود الغزاء ونهضروا شي في المهمه يا ولكن المهمه يا خصاص يخصص بزاف التعديلات لو قاعد نقرب راسي على راسي يمكن الى فيني ولا سوا ما سبب يعني هاد المهنه خصنا يعني غيديروا هاد التعديلات باش الناس اللي غيخرجوا والله البحار اللي غيخرجوا للبحار الى قدر الله كاين شي فئه بغات تخرج للبحار غير طبيعيه فقط باش غادي نهضروا الحقيقه الاخوان حنايا انا باغيين ناكلوا الحوت خصو يخرجوا واحد يعني واحد الكميه تكون صغيره وتحت وصيه ولا تحت يعني اجراءات يعني تتخذ يعني اجراءات غيتخذوا هاد الناس باش يمكن غادي نعطيو الحوت للناس ديال يعني باش غنديروا الاكتفاء الذاتي فقط حيت خويا عادل واحد هاد الوقيته اللي رانا حنا فيها ما كاين هو الاتفاق ما كاين هو هادي ولا كاين هو هادي نديرو بركه الى ديرنا غير الاكتفاء الذاتي الاقليم الله يجعل البركه اقليم عزيمة ولا المدن المجاوره ليها الى جبنا غير 200 البركه كلشي غياكل الحوت يعني هنايا الدوله خصها غطرا هذه النقطه والدوله خصها يعني حنايا غادي وقت اللي حنايا غادي نبيعوا الحوت بالمجان ولكن بالمقابل هذه اللجنه في اليقظه اللي دارتها الدوله المغربيه يعني غتعطي الصالير لهاد المتبرعين والبحاره حيت دابا ما يبقاوش البحاره هادو الا متبرعين بحالهم بحال الناس ديال الصحه اللي تنعطيوهم واحد يعني واحد التحيه والناس ديال النظافه وكل الناس اللي خدامين في هاد الوقيته يعني هاد الوقيته بان بان خصو الهيكله بان بان البحر خصو واحد الهيكله من جديد خصو واحد يعني واحد التحيين خصنا غادي ندوزو من المدونه ديال 1919 ما نبقاوش في ديك المدونه دابا البحر والصحه وهاد الناس النظافه بانوا يعني في الدوله المغربيه ولا في العالم كأسري يعني واحد القطاع ديال البحر قطاع خصو غيتهيكل خصو غيتزول من ديك المدونه الحقيره اللي بقات لحد الان مدونه الصحه على اقليم حسيمه والله نهضر على البحر حسيمه حنايا ولا ناظور ولا ريكور ولا مهم الريكور حتى راس الماء حنايا كنا كنعانيو الوليات من سمك النيكرو اللي درنا فيه جميع الاشكال النظاميه باش غادي نشوفوا يعني باش غيشوفوا معنا الحل ديال هاد النيكرو ولكن نتفاجئ للسقوط
الانعدام ويعني انعدام يعني الثقه في هذا القطاع نتفاجا بهذه كورونا. خويا عادل خويا عادل يعني خويا عادل تقريل كل شيء كله امر ديال الله سبحانه وتعالى. يعني الامر ديال الله تعالى هذا المرض ديال كورونا زول القناع لهذا القطاع، هذا القطاع يعني زول له القناع كامل، بان يعني القطاع على الوجه الحقيقي، يعني الوجه هو اللي يعني اللي بينه، والتسميح يعني خويا عادل بالقصوحيه في الهضره حيت الغيره ديالنا ما تتخليناش يعني غنبقاو ساكتين غنهضروا بشويه. خويا عادل تشكاريخ شكات صدقاليخش، يعني سي ولد مجموعه من الافكار ومجموعه من المعطيات باش يحفظ سيدي ربي العالمين. وذي حفظ مرة يثمثنا غنثاوى الحسيمة نسنبي اللي مشنا نشينا نتمتع عاشقون للسمك ويزد خير سنش بأنه نهارا ثاوى الحسيمة كمتطوع أما كمهني يحس خفنس بأنه غاسر الحق روالو يحس بخفنس بأنه مجهول ذي الدوامة يا الوزارة الفلاحة والصيد البحرية ذو ذوار النشاو مثل غادل أزقني. تشكريشكم مليون تشكريشكم بزاف نشرا ما خصنا تسيرو غير ميغيني غير زياد هوار ولكن الحمد لله باش نجدا نشنا يتمثلنا الاخوان اللي غايشا كما كيهم غادي يمشن اولا تشكريشك الصغير المنبرة الله يرحم الوالدينكم. شكرا ومثلا غادي لازناك زيت ندين تن الحسيمة مش دوم دني غيا يثما سو يثما يسي وضن اقتابرات زي التواصل زي ساكل المدن زي سعافكم بارتاجام لانه الموضوع حساس مرتو يتعجبهم بقرونيس يتعجبهم خلوريس دي رمضان يتعجبهم باسوغوز هارمونيتي يتعجبهم بارغو يتعجبهم من غينيق بيشكذارية يتعجبهم غامبا يتعجبهم صوبا قادين يدوم تدي السكوظم قادين يتغمارانس الحياة تنسن ذي أعالي البحار ذي نيت راح نشحاز ذي سنين موتن. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله والاسم عفاك والمدينة. لا الاسم والمدينة عفاك. نور الدين من الصويرة. تحية السي نور الدين. السي نور الدين شنو هي الصفة ديالك؟ بحار خويا نور الدين. الصويرة الصويرة كنعرفوها يعني حتى هي منطقة ديال الأسماك. كي دايرة الدعوة ديالكم بعدا مرحبا بك في الريف كنرحبوا بك في الريف واخا على كنقول لخويا نور الدين هضر لينا شويه على البحاره تما في هذه الظرفيه هذه الحرجه. اخويا اش نقول لك البحاره ما الظرفيه كيعيشوا على الظرفيه لا يرتاح لها البحاره سيدي البحار ما كاينش اللي شاف فيه البحاره سيدي من عالم الدعم لحد الان الناس ما استردت والو ما شافت والو الناس كاين دابا الناس مريحه 20 يوم ما كاينش لي شاف فيهم علاش هاد الناس هادو احنا اللي بغينا نعرفو علاش هاد الناس هاد الفئة هادو كاملين تحرموا من الدعم اشنو السبب الناس مديكلاريين شحال هما كيدخلوا لاكيس عندهم صناديق ديالهم ابار كتسمعني كنسمع لك خويا نور الدين عندهم صناديق ديالهم عندهم المسائل ديالهم عندهم القوانين ديالهم يقطعوا القطاعات ديالهم من سميتو من المارشي علاش هاد الناس هادو ما يستافدوش اشناهو المانع اللي خلاهم ما يستافدوش هادشي اخويا كيبين لينا بانه كاين الناس هادو ما بقاش عندهم قيمه ما سميتو انا لا حول ولا قوة إلا بالله الناس كانت ممكن دابا اللي ما عندوش درهم كاين اللي داير كندير الرجا ديالو كندير الرجا ديالو على ديك 1000 درهم وهذا وكتوصلوا الأفضاء بأنه راه الناس راه ديك العرار الناس بأنه كيتسناو ديك 8 في الشهر كيتسناو سميتو تيقول 8 في الشهر غير غيدوزو لي هذا نهار بأنهم تيتصدموا لأن فاس الأجال ديال الديكلاراسيون تيتصدموا هاد الناس بأنه خويا نور الدين والو. خويا نور الدين على جميع خويا مش حال كيخدموا من بحار في الصويرة في طنجة ولا فاس في يعني اجمالي البحارة اللي كاينين في الميناء ديال الصويرة
تقريبا غادي يكون واحد، غيكون واحد فوق 1000 ولا 1500 ولا 1400 هذاك اللي غتكون صغيره. وهادو مساكن يعني كاملين محرومين من السينيسيس وكاملين مهزوا والو. السلام اللي عطاهم سيدنا عاملين هاد الناس هادو تحموا وما عرفتش انا. وبين دابا دابا هذا اللي كنشوف هو ان بعض المناظر الاعلاميه كتسميتو كدير واحد المناظر، بعض المناظر الاعلاميه اللي قرينا فيها بانه كتصرح بانه هاد الناس هادو استافدوا. شكون هاد الناس هادو؟ شكون هاد الناس هادو اللي وراء هادشي اللي تيقولوا بانه هاد الناس هادو المراكز الصيد بالجار في مدينه الصويره بانهم استافدوا من الدعم؟ يعني ما كاين لا استفاده، ما كاين لا استفاده لا والو غير الكذوب. ما كاين لا استفاده لا 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 والو، ما كاين لا استفاده لا والو. وهاد الناس هادو بحال هاد الناس دابا اللي كاينين في العيون وفي الداخله وهذا اللي بيخرجوهم من البحر، هاد الناس هادو تيغطيو على هاد المسائل هادي، تيغطيو على هاد الناس. واش هاد السيد هذا، واش هاد الناس هادو عباد الله هادو ما كيتماشاوش مع الخطه اللي حطها الان وزاره الداخليه؟ واش الناس، واش 40 باركو عباد الله؟ كاين الباركو اللي فيه 40، كاين الباركو اللي فيه 40 واحد، 50 واحد، ولا ويعقموا ولا ويديروا اللي غايديروا. ما هادشي ما غاميمكنش، لا يمكن باش هذا القطاع خاصو يوقف. اللهم حنا دابا تنقولوا اللهم 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 انا سميتو تكون عندنا تدعو عندنا الخدمه شهرين ونخرجوا نخدموا، ولا غادي تكون شي كارثه تجي من البحر. هاد الناس هادو ما عرفتش انا اشنا هو، واش كاين شي طامع، كاين شي حاجه، كاين شي لوبيات، كاين شي اللي كتحرك؟ واش هاد الناس كامل ما بانش ليهم هاد الشيء 100%؟ هاد الشيء ما هاد الشيء ورقه او شي حاجه. خويا خويا نور الدين، الناس حبسوا الكيران، اسمح لي. تفضل. تفضل تفضل. الناس حبسات، واش وزاره الداخليه حبست الكيران؟ حبست الطاكسيات؟ حبست سميدو؟ قالت لي شي مدينه يبقى فيها؟ علاش هاد الناس هادو غادي دابا في الداخل كيضربوا كيقولوا الا سيدي جيبوا لينا بيدو؟ شكون عطاهم هذاك الترخيص؟ عطاهم السيد، عطاهم الترخيص في اكادير الاولى، هذيك الشجاعه ديال هذاك السيد اللي خويا اللي جهه الدوله اللي مشكور على هذه البادره اللي منعهم، قال لهم لا كيدو بيدو لنا في الكيران بيدو 40 واحد 50 واحد. شكون قال لنا حنا هذاك السيد اللي نمشيو بالفيروس؟ اسمح لي يا خويا، خويا نور الدين، خويا نور الدين، هذوك الناس بدا 14 يوم خويا نور الدين اسمح لي. الله يرحم الوالدين، يعني هنا كتاكد لي معلومه بانه كاين واحد اللوبي، واحد الباترون خدامين في العيون، في الميناء ديال العيون والنواحي ديال الجنوب، وكيهزوا الخدام. انا تاكد لك بان على جميع على صعيد التراب الوطني، على صعيد التراب الوطني كاين اللوبيات اللي كيحكموا اللي كيحكموا هذا القطاع ديال الصيد البحري، لانهم دابا تيمشوا ضد الاتجاه ديال الدوله ديال لمحاربه هذا الشيء، هذا الفيروس ديال كورونا. هاد الناس هادو كتهمهم غير المصالح ديالهم، هاد الناس هادو ما كتهمهمش الدوله، ما فيهمش روح المواطنه. حنا ابار كاع حنا ما قلناش للدعم غير هاد القطاع، راه غادي تجي منه شي كارثه. بينما حنا الدوله منعت التجمعات، منعت الدوله منعت التجمعات، وراه التجمعات كاينين راه البحر راه كامل تجمعات. لا من ناحيه سميت، واش معلومات خطيره هذه؟ هذه معلومات خطيره. واش الفكره؟ حنا اللي خدامين في هذاك الدومين، حنا راه واحد تي عندك واحد، راه واحد متكي على واحد، راه فاش كيبي يجي السكان البحري راه واحد متكي على واحد، راه واحد تينا ما بيناتنا غير واحد تينا متكي على واحد، كاينين تينا غير فوق الكوبيزه وفوق السكان حيت ما لقاوش ينعسوا لتحت. هذا واقع. واش هاد الشيء كاين تماشى مع السياسة ديال الدولة لمحاربة الفيروس؟ أبدا. إذا إلى ما إلى إلى مشينا خرجنا إلى خرجوا هاد البحر قوات البحر، إلى خرجنا إلى خرجنا هاد البحر قوات البحر، هاد السفن إلى خرجناهم من البحر، راه حنا إذا غادي تكون شي كارثة عظمى، ونكونوا بلا نكونوا في الأزمة واحد الشهر إلى ثلاثة أشهر، غادي نبقوا في الأزمة في عامين ولا ثلاث سنين. خويا نور الدين. خويا شكرا جزيلا، وصلتينا شي معلومات اللي هي خطيره على لسانك، على لسان بحار. شكرا خويا نور الدين، شي كلمه. بارك الله فيك، الله يحفظك اخويا، اللهم الله يرحم لك الوالدين. نتمنى يكون، نتمنى تكون البحري يكون عنده قيمه. انا كغيور على البحري بغيت البحري تكون عنده قيمه، بغيت البحري غير تكون عنده قيمه حيت هو اساس ديال هذا القطاع، هو الركيزه الاساسيه في هذا القطاع. نشوفوا دابا حنا ما عندناش قيمه، حنا لعبه كيلعبوا بينا.
شكرا باش تبقى فينا الحال. شكرا جزيلا خويا نور الدين من شكرا خويا نور الدين من الصويره، عنده الحق باش نهضروا واقعيين. راه وصلنينا واحد مجموعه من الافكار اللي ما ربما غايبه على هاد المسؤولين اللي الجشع كلوش الحرام نقولوا كلوش الحرام. اتصال اخر. السلام عليكم. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك نقص لي التليفون. الله يرحم الوالدي. انا كنسمعك من التليفون دابا اخويا. شكون معايا؟ شكون معايا؟ معك عماد العيسي، نجم مثل الحتيمة، فاعل الجمعاوي، عضو الجمعية، عضو بالجمعية الوطنية للبحار الصيادية نقل المغرب. تحية سيدي عماد زيت مدينة الحتيمة، تحياتي لك خويا عماد. خويا عماد باش نجي واقع نهضرو نيشان. سينيسيس لمن كتحملوا المسؤولية أنه حرمكم من هذا الدعم ديال الصندوق ديال جائحة كورونا؟ أولا وقبل كل شيء لاتينيسيس في الأول، لاتينيسيس هي حاليا هي كتقول لك أنا ما كنتعاملش. أولا اسمح لي بعدا نشكرك على هذه الالتفاتة اللي درت للإخوان البحارة، وغادي نهضر لك على النقطة ديال لاتينيسيس. نقول لك لاتينيسيس دابا فوقاش كيمشيو ليها الإخوان الممثلين، لاتينيسيس ما كتقول لهم أنا حنا ما كنتعاملوش مع الأشخاص، كنتعاملو يعني كنتعاملو غير مع المندوبية. يعني دابا إلا جينا نشوفوا الطريقة ديال لاتينيسيس يعني اللي كينضم ليها هذا البحر هذا، هو دابا ما متعاقدش مع يعني مع الباترون اللي هو كيتعتبر المؤاجر، يعني الاجير مع المؤاجر او رب العمل. هو دابا في نفس في لاتينيسيس هو دار العقد مع المندوبيه، ولكن في نفس الوقت خدام مع الباترون، يعني كياكل العصا من هنا وكياكل العصا من هنا. ولكن حنايا ما نهضروش في هذه النقطه، حنا غادي نهضروا انه فوقاش دار البيان على اساس التعويض ديال الاخوان ديال المواطنين المغاربه الذين ينضمون الى صندوق الضمان الاجتماعي، هاد يكونوا يعني مديكلاريين شهر جوج. دابا البحاره هما مديكلاريين شهر جوج، ولكن ما كيستافدوش من ما استافدوش من هذا الصندوق. علاش ديال الضمان الاجتماعي؟ علاش كيطرح بزاف ديال التساؤلات، على انه القطاع ديال الصيد البحري بين الحقيقة ديال القطاع على أنه غير أو بمفهوم آخر غير منظم من المسؤولين اللي يعني اللي كيشرفوا على هذا القطاع، يعني أنه قطاع غير مهيكل. يعني بينات يعني على أنه ما كاينش واحد القطاع يعني عنده واحد التنظيم. أما أنا بغيت دابا الإخوان هضروا بزاف يعني على هاد النقط هادو. خويا عماد 25 يوم ديال خويا عماد، ومازال كيتسناو شي رسالة ولا شي ميساج ولا شي حاجة. واحد السؤال الأخ مراد، كنت عطيتيه الأخ واحد السؤال، اسمح لي، كنت عطيتيه الأخ عادل على أنه قلت لي علاش الأسماك مازال متواجدة في الأسواق. أنا نقول لك علاش الأسماك متواجدة في الأسواق، لأن هناك بعض البواخر أو المراكب أو الباركويات عاد كيخرجوا للبحر، لأن البحر وراه ما لقاو ما ياكلوا. البحر راه وصلت ليه اللعظم، راه دابا الدار كتجري عليه، الدار اللي كتجري عليه راه كاين اللي يدخل في المشاكل العائلية داخل العائلة. شنو غادي يجيب لولادو؟ شنو غادي يخلص في الكرا؟ شنو غادي يخلص في هذا؟ راه دابا كلشي كتضرب عليه. البحري هذا هو اللي يعني الضغط اللي خرجوا. ولكن اسمح لي اخويا عماد العيساتي من الحسيمه، دابا غيخرج الجوع خرجوا، ولكن راه ربما يجيب لنا كورونا، يجيب لنا في الاختلاط والتجمعات كيف ما قال خونا نور الدين. هذه النقطه اللي قلتي واحد النقطه يعني جذريه. وهنا فين كنتسائل انا واحد التعليقه هو عندي على بعض المبادرات انا شفتهم بعدا، بعض المبادرات لا اساس لها من الصحه، دارتها شي منظمه ولا شي هيئه جمعويه.
في واحد في الميناء الحوثماني وقعت ليها التغطية من الإعلام زعما وطني حسرة، إعلام وطني يعني كينتقد راسه كينتقد ذاته بذاته، إعلام كيهضر دائما على أسئلة كورونا ما تخرجوش من الدار أو في الدار أو في الدار، ولكن في نفس الوقت هو كيغطي واحد الإعلام واحد الهيئة كتكون بحارة خصكم تعطيو المسافة وخصكم ديروا كيعطيو لهم الكمامة لواحد، أولا وقبل كل شيء الكمامة خصك تستعملها غير جوج ساعات، الكمامة خصك تستعملها جوج ساعات في البحر كيضرب ثلاث أيام في البحر، كيضرب ثلاث أيام يومين في البحر، وثانيا وقبل وثانيا ونقطة أخرى البحر راه الباركو عندنا فيه تقريبا فيه 3 متر في 15 متر، يعني إلا كان بزاف الباركو كيكون في 3 15 متر. وشحال عليه الناس؟ شحال عليه الناس؟ كينعسوا بحال السجناء، هذا فوق هذا بحال السجناء يعني، ونفس الدخله فاش كيدخلوا ملي كيمشيو ينعسوا كيهبطوا في واحد السلوم نفس اليدين نفس الرجلين يعني اللي دارت تما يد كيديروا اخر، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي يعني يقولوا انه كاين تعقيب انه كاين شي حاجه غادي تحمي هذا البحر، ما كاينش شي يعني شي معايير اللي غادي تحمي البحر. هذا هو السؤال اللي خويا عماد كيطرح نفسه. خويا عماد شكرا جزيلا لك يا أمين عزن، شكرا على جميع المعلومات اللي عطيتها وغادي نستدرجها بالتدريج، كنشكرك بزاف. وكلمة أخيرة يايث مثنغ ثاوى الحسيمة استمازيخت. الكلمة اللي يزلو غادي يعني غنش يايث مثنغ هي بشريا مخصقا أولا وقبل كل شيء وسمحن هوقر حقا أولا الطالبا التعويض التعويض، وخا مثلا ذيني بحرية زون الصناعة ربحة مثلا داوين غالي اكتفاء الذاتي مثلا يخصها تيري في جل المعايير مثلا يجنها غالي الصغانة في الذرتية مو تصغن شغال ربحة باش المركب يمغسقا للتعقيم في نفس الوقت وتصغن شي قيل العدد اني 30 اني 35 اني او وعاوز يني يجي المعرض شكرا جزيلا لك. وفي نفس الوقت قرار مهم تشد سن حق سن ويتيري غير خير ان شاء الله، نتمنى المسؤولين الخزان تما سعين اليقظه. شكرا يومثنغ عماد، شكرا يومثنغ عماد زيت مدينة الحسيمة يكشن غد معلومات قيمة جدا من عنا تا يثما ومن بعد لا سنتقير الجرد مازال عاديني وذان تفغن بوركي الجوع يضار الريتم كان الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم خويا سي مراد شكير. واه شكون معايا عافاك الاسم والمدينه؟ سي محمد من نادور. سي محمد من نادور ميناء بني نصار. ميناء بني نصار محمد من نادور ناظور ميناء بني نصار. خويا محمد شنو هي الصفه ديالك واش بحار؟ بحريه. خويا محمد الميناء بن ناظور كنشوفو بيشكاداريه كنشوفو السوق كنشوفو الاسواق والو يسرمان البحار قال علاش كورونا سنت فغات تيزنا 15 14 بحري يعني كيجو غاربو تفغن دايس 15 يوذان 15 يوذان نسيت تقيت نتبسي مار تقيت نتكاس مار شات سبدم ثنا موان تخدم شاب وركيت قول مزي كورونا وان شنو وان في البحر شاب شهر خذ كورونا ما 25 يوم واخا وما ثنغ محمد غاك ثاونش غاري ثاروينو يعني مين خاك دي تاثن مالان كان سيور مين خاك دي تاثن وادي تخافي الوالو ما دي ياريح وادي تخافي التاثيش نحاشت واني تاذيش المشكلة يمغى يو باتروني غا تخدم ذي تواصل اكيك واش كي نغيت واش الوالو واش كان غير تدلو كان غير تكتو ولا غير تكتو ولا ديش و سينيسيس تقي مشى نحاش شكراك سينيس شحال تقوم مش كذا بحري غادي سينيسيس شحال تقوم مش كذا بحري شاد العشاء حنا ما 15 سنه حوالي 15 سنه اش كتخدم الدا بحري نهار ذو في يدي خفنش بلا تمثل الجوع مرا وفيغ ذا طاحت خدمه ثابرات النشا وما ثنغ محمد بعجاله مين تعنا ثابرات النشا غاد كشل ربما المسؤوله يشوف خدامنا تفيد السرع
المسؤولين اللي غادي يقال خوت عاد فهمكني وغارب بحال قلت لها غندخل بحرين الفقن غارب بحال سوات ولا فوق غارب بحال شي تفخم حتى شي يزنا الكاتب الوزير السيد البحرية مادام دريوش قاتل الفقن غارب بحال اقتصاد الاقتصاد يبقى الاقتصاد قد شي الدولة المغرب شي نيس كاع الدولة بحرين نيس كاع الدولة وغاتنبور حقا محقورين وانا تنتحس بنتنادي ما تساويش نحاش دوالو تقل خاصن ما شخصن الو تسريغاش تسريغاشي والدار هو وار تسريغاش عزي محمد والدار اش ماشي والدار هو وار بحرين محقورين وغاتنبور حقا عايز الحق ذا مزيان وغاتنيدو تنتكشن لا اله الا الله الوزير السيد البحري ام الكاتبه انت مدام دريوش تما مره ام الوزير ام نقارس الشين الواشو مني مره الصحه الوزاره مني تما واد خزان قاع سيت غا البحر وا قالت له واحد فرنسك غير البحر كاين حتى تستبغ تفهم مي صغار البحر اي خد خزان غير غرب ما تبين تحل الخزان ماني تسري بحري انا الخزان ماني مش تعيش مش تلقى تسنيش انت وي ونزيت ما شنو تساعد يجني تاع غنصرا ونزيت اش يحفظها ربي عزي محمد شكرا جزيلا لك خش الشهاده نمش عافاك سيدي محمد يسير 15 سنة هو أب أسرة ورب أسرة إن شو غاري مين تغسي في غث الدعف يعني تعيش الجوع مرا تما وفي خشا غير بحال وسجيش نجي تنغني كوذ باش تفغض كيج نغاربو 15 واحد تتم كيج نطبسي تتصن زاتي ويا ويا السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع شوية الصوت النشا وما يمانيش. ارفع شوية الصوت النش اسم النش تنديد النش من المهم منش. نش حمل عمارو رئيس جمعية غاريوش. حمد عماروش رئيس جمعية غانسو بإقليم دريوش تحية الناس دريوش هني حفظها ربي خويا إنا يايين شكذا بحا خدم ذربحا واه خدم ذربحا خدم ذربحا خدم القوارب الصيد التقليدية يعني وين غارب ويا مقران لا صيد تقليدي صيد تقليدي موجود شي سرمان تفغض ذربحا قو السنة لا لا ويتفق حد ويتفق قاع الدريوش تبد قاع جيتني تزاغين كلشي بد لا لا غالبية شلالتام شلالتام يعني يسرم والو لا لا والو واخا إنايا شيك تغا مشناوش كعادي غاك سيني سيسني غلاشك شك عادي لا غاني سيني سيس ونشخو فرامو شخ شوية المعلومات على حساب القانونين ديال سيني سيس واه تفضل سيور شوية باش تفهم السلمين ديني يلا سيور الخو قانوني كاع نهار غارتي غاروبا ايش نيميرو كانت نيميرو ديال الفيلياسيون واه غاروبو واه تقريبا في غاروبو راه تجي تجي قا ايوا ثاني تقاي باترون ونومي وشي لاغريمو واه هادشي ايوا مرا واه الشيخ سويت فغشا غرب حاي مري عشان حادثة عمل اكسيدون دو ترافاي نمرو واحد الاسوسيان تغاربو تما شنو الضمان نمرو الضمان اجتماعو بحري الله يرحم الوالدين ايتيري غتغاربو تخاص ايتيري غتغاربو تخي بيان دونك الاغلبية غاربو جو غاتمشي يلا نلقى الصالة اذا رختي تسكن الله يرحم الوالدين سويني اذا الطلب في حدود ثلاث ايام اها ارتيام يقيم لي الاجل هذه ضد الى ما تسكن النمره واتا رخص النمره ني بولات تستفد زي سينيسيس وقت زي واحد الله يرحم الوالدين اذا ثاني تتبرت القرصني في مثنى انه الخزان خزانك الباترونه تنسن يعني بعلامه بعلامه يغاروباني اللي خدمني اختي غاروباني اللي خدمن ما غاصنت النمره للقاري الخونا دي لاتينيسيس قاش رؤساء الجمعيات قمت اللائحة كان السبس إدارية سنتيد أو شك سند شاحد يستفد السينيسيس دي انتاني تسيري حسايين تقريبا شان 30 فلوكة واخا نهدرو شوية بالعربية باش تعمل فكرة كتعرف شينا استفدو من السينيسيس خويا
وهنا يا سيدي حسين تقريبا 30 فلوكه اللي استفدوا. يعني داروا نفس الاجراء، دفعوا لائحه اجرائيه الجمعيه تكلف بالناس، دار لهم الجرد وحصاهم ودفعهم للسينيسيس. دابا داروا الطلب للسينيسيس المدير الايميل دار لائحه ديال الفلايات ميتريكولا ديالهم، وهو دار داك النيميرو ديال فياسيون وكيرجعها لك. بدا ملي غتدخل في السيستيم كتدخل في السيستيم، ولكن المشكل فين كاين؟ كيقول لك غتعطي ليا ملي كتوصل واحد المرحله كيقول لك غتعطي ليا البحر اللي كان مرولي فيها 2014 ولا 2016. اها والواحد شنو كيعطي له؟ وبنادم دابا اللي كيعمر فين غيلقى هذاك الشيء؟ دابا من 2016 دابا شحال من سنه؟ كتكون سوء هي شحال اللي نزلوا شحال اللي طلعوا كينزلوا كيطلعوا. هذا هو المشكل اللي كاين دابا ديك البروغرام. يعني كاينه واحد المنصه الكترونيه خاصه بالناس ديال البحار التقليديون ممكن يستافدوا بالسي ان اس اس. وكاين هذه كوفيد الله يرحم، يعني هذه كوفيد 19 بوان. وكاين الاستفاده بهذه، ولكن دابا المشكل الباترون هو اللي ما كيبغيوش يامروا ليهم. ايوا ذواني تا المشكل، يعني كاين ندكر داروني كنرجعوا حتى الباترون الكروش الحرام. المشكل تما كاين، ولكن كان شويه العراقيل في داك السيستم، ولكن بنادم شويه بشويه يسجلوا. شكرا جزيلا ومثنغزي الدريوش، شكرا عافاك. يلا شكرا. يكشن المعلومات يكشن غيايت مثنغ المعلومات تقاضي كني وصوات طاس، يعني ربما المعلومه راه وصلت. كنحيي الاخوان ديالنا وكنقول للناس ديال البحاره نتمنى الله عز وجل انه يرفع عنا هذا البلاء ويرفع عنا يعني هذا الداء. غنتواصلوا اخر مكالمه ان شاء الله، نتواصلوا مع واحد الاخ من نتواصلوا مع اتصال غايجينا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الو انا ما كنسمعكش. غنعاود لك اسمع اهدر. كنت مزيان وغير انا الصوت ديالي بغيت نحكي. عافاك قول لينا السميه ديالك. الاخوان رانا في اتصال عافاكم ما تصونيوش. الاخ السميه ديالك ومن اي مدينه؟ مرحبا، معك محمد ممثل الجمعيه الوطنيه للبحاره الصيد. عافاكم وهذا التصونا مشى الله يرحم ليكم الوالدين. كتقطعوا لينا الصوت. شكون معايا؟ انا حاليا على غنكون مضطر انني نقطع. الاخوان الله يحفظكم، ما راني في حاله تواصل مع الاخوان في الواتساب، مكالمه من اكادير. عافاكم ما تصونيوش. شكون معايا عافاك؟ سنعود الله ين صاحبي. لا اله الا الله. قطعنا اللايف خو تواصل غا كي جنب بنادم زي اكادير. عافاكم تصوني ما اذا قد قطع ما يخاف. اسعاود غير خو ان شاء الله باش التفذيري. ممثل الجمعية الوطنية للبحار الصيادين في المغرب. انا حاليا باش نلخص الكلام ديالي، واش كتسمعني؟ كنسمعك اخويا. عندي ثلاث نقاط اللي بغيت ندرجهم في المايف. اولا انا دابا حاليا كندق ناقوس الخطر من جنس اكادير، ملي كيتعداو البواخر ديال المراكب السردين كتعدى 40 مركب
اللي كل فوق كل مركب عنده 30 بحار كتخرج للبحر. الميناء ديال اكادير ديال رايو هذا النهار مكتظ، ما غاديش نقول لك المئات ديال الناس، غادي نبلغ نقول لك الالاف ديال الناس فوق المون. يعني كاين واحد الاحتكاك خطير امام مرأة ديال المسؤولين، والخطير حتى داك الاقنعه ما كايناش، النظافه ما كايناش، يعني كاين واحد الاكتئاب كيندرب بشي كارثه غتوقع ان شاء الله. استغفر الله العظيم ما بغيناهاش توقع، ولكن هذا هادو من العلامات ان غادي توقع شي كارثه في مدينه اكادير. يعني اكادير اسمح لي، يعني التساؤل اللي كنسالك، واش المسؤولين ما كيشوفوش هادشي؟ واش هاد الناس هادو هاد الجشع وصل بهم لدرجة أنهم يضحيوا بهاد البحري هذا ويضحيوا بهاد الناس؟ فتيقوني إذا دخلت غير حالة أو اثنين من هذاك الميناء، تيقوني بأن أكادير رحمها الله، وهذه راه كارثة. أنا دابا كندق ناقول خطر من هاد الجهة، المهم هادي جهة. النقطة الثانية اللي بغيت نقول، كنسمع الإخوة اللي دخلوا كاملين كيدوروا واحد الحلقة مفرغة ديال الأسباب علاش ما تعوضوش البحر. عجيب أمركم إخواني، وأنتم حقيقية، فما غاديش نبقاو نرجعوا الأسباب لا سينيسيس أو الدولة. نكونوا واضحين ونكونوا ندوو ديريكت بحلقة، راه ماشي عيب أن الإنسان يقول الحقيقة. ف واش نتوما في نظركم انا هاد المجهز او هاد صاحب المركب لا يعي، زعما هو زعما ما عندوش كاع هاد الخلفيه الثقافيه باب الكتروني ياروي ويدخل ويقيد الاخوان اللي خدامين؟ ما لا، الاخواني هما المصالح ديالهم هما اللي خلاتهم ما يتعقوا وما يمشيوش تسس وما يديكلا البوابة الإلكترونية، باش يبقى القطاع خدام. لأنهم إلا مشاو حتى ديكلاراو نتوما هزوكم وديكلاراكم في لاسي ديسيس، غادي تاخذوا التعويض، دونك غادي تبقاو جالسين في الدار. في حين هما لا، ماشي من تحتهم عندكم تاخذوا التعويض، خاصكم ما تاخذوش التعويض وتجوعوا في ديوركم ويجوعوا أولادكم، اضطروا نتوما تهبطوا للميناء وتخرجوا للبحر. وهذا انتهاك للحجر الصحي في المغرب اللي نادى به سيدنا وزارة الداخلية والمسؤولين في المغرب كام، إلا وزارة الصيد البحري. دونك شنو هذا شنو كيعني؟ كيعني أن كاين تما تكابل اللوبيات اللي تحكم في الصيد البحري مع الإدارة، يعني مع الوزارة. وهذا هذه الحقيقة اللي خصنا مكراش، ما نبقاوش نتلاعبوا ونرجعوا الأسباب للاسينيسيس. لاسينيسيس لو كان هذاك الارماتور او هذاك المالك ديال هذاك المركب هذا في البوابه الالكترونيه ما كنظنش انه يكفي بحار. اذا لك الله يا بحار، هذه من جهه اخرى. ثالثا، والنقطه الثالثه اللي غادي نقول، كيف يعقل ان بحار اللي 30 عام او 33 عام او 34 عام، بحال مثلا انا اللي 36 سنه اللي جيت تقلب لي داك الشيء اللي دخلت في راه سنه لا مع 10 ديال الموظف ديال سلم 10، وهذا بالدليل والاوراق. فكيف يعقل انه يجيب لي مثال شهر جوج اللي كاينين الشتاء والسمر والبحر ما مزيانش، كاين ما عندش البوكس كنقولوا نتوما وعارفين ما عندناش مدخول ونركزوا عليه، علاش خصكم تجيب شهر جوج عادي يمكن تعوض؟ فاحنا ما بغيناش هذاك التعويض ديالكم، يعني اللي بغينا اللي بغينا حاليا دابا حنا وهو ذاك الحجر الصحي يبقى. فأنا حاليا كندق ناقوس الخطر في أكادير، فحذاري ثم حذاري، وكنتمنى يكون هذا المنظر يعني واحد أذن أو واحد صوت يخرج من هذا المنبر هذا ويسمعوه المسؤولين كاملين. جهة أخرى، كنظن ان الاداره راه ماشي ساهله ليها باش تعرف المراكب اللي خارجين البحر واللي ما خارجين شيء. فيكفي احنا راه عندنا واحد اسمه فيماس او المشار، او عندنا واحد الجهاز في المركب كيرصد المراكب اللي كتخرج واللي ما كتخرجش. فيكفي ان الاداره من رمات ترصد المراكب اللي خارجه وما تعوضش في البناء، صيفط لها التعويضات ديالها وكفانا. هادشي اللي كاين، وشكرا للاخوان. ذكرني بالاسم عافاك الاخ. معك النايم محمد،
ممثل الجمعية الوطنية للبحارة الصينيين في المغرب أكادير. شكرا جزيلا نستن ميرتيش كوما، شكرا الناس ديال أكادير، بارك الله فيك. إخواني سي محمد حتى الأصبع على الداء والمشكل. المشكل كاين في الإدارة باش نكون واقعيين، بتواطؤ كاين في المجهز يعني الباترونة، والعلاقة مع الإدارة اللي ربطها بالوزارة أوتوماتيكيا. الناس علاش ما بغاوش يتعضوضوا؟ هادو سهل عليهم كيف ما قال هو، يدخل www.covid19.ma إشار يعمر الاستمارة ديال المشغلين اللي عنده ويتعوضوا في 3 شهور 100,000 فرانك 200,000 فرانك 200,000 فرانك عادي سهلة بسيطة جدا. ولكن هذا المشغل هذا هذا المجهز هذا بتواطؤ، لأنه عندهم لوبيات داخل المهنية، وهما اللي عندهم تواطؤ مع كبار الحلف اللي عندهم الكروش الحرام اللي كيتحكموا في الاحتكار ديال السمك، اللي كيتحكموا في الأثمنة ديال الأسماك، اللي كيتحكموا في الميناءات كاملين وفي التجارة كاملة على الربوع المملكة، وكيتحكموا حتى الو السلام عليكم. سامح ما هي الكمرغ ثاني ترخو واخا هذا نسخسي كونيكسيون بوركي تصونا نايدي يثما سويثما توالي توالي مخكنيو البرنامج على حارية وضغون كاع الناس. اذكر الخلاصة اذكر الخلاصة يثما سويثما اوتوماتيكيا باش نتساستين قيدين خل الحروف لإخواننا حاطن خل الموضوع بشتى الجهات قارسني يثما البحارة درينو. يعني كنصيحة قيم ديثو درينو ما يمي واني تغيرين تسابيلي كنيو باش تسمى تحميم الأسرة نوم أتحميم تحميو راسكم باش تحميو راسكم وتحميو عائلتكم بقوا في ديوركم، وهو غيكون إشارة قوية لتضامن جميع البحارة على المستوى ربوع المملكة، وما يرض يعني ما يخضعوش للضغوطات ديال الجوع الممنهج الممارس من طرف لوبيات الفساد في الإدارات ديال وزارة الفلاحة والصيد البحري، وتخليوا راسكم عرضة لنا الأسرة ديالكم والعائلة والمغرب كامل. راه أزيد من أكثر من 20,000 بحار على ربوع المملكة، أننا نخاف عليكم شهادة حية من بحارة، أنه الناس راه كيباتوا 10-15 بيهم في واحد البالكو وكياكلوا من واحد التبصيل وواحد كيرد النفس عند الآخر، قابلين للعرضة للمخاطر. الإخوان داك التليفون عافاكم، داك التليفون راه خاص البرنامج وسالينا البرنامج، وشكرا جزيلا لكم أنه خاص بالبرنامج وفقط، يعني باش نكون واقعيين. نتمنوا لكم الخير. كخلاصة غنقول خلاصة عاجلة جدا، يا بحار أي ذنب للبحار فيما حصل وما يحصل، لك الله يا البحار تشتغل ليلا نهارا 24 ساعة على 24 ساعة، وأحيانا تصل مدة إبحارك أكثر من 10 أيام وشهر. نقول لك شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك السلامة والعافية. كنتم مع بوابة أرفينو، وشكرا. أخوكم مراد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.